السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ وسام سألت سؤال الجزء الخاص بقرارات التسعير. لما باجي أخلق قرار التسعير ما بقولش ربح الشركة الكلي هيبقى كام، بقول ربح الشركة هيتأثر بكام أو دخل الشركة هيتأثر بكام نتيجة رفض أو قبول الطلب الخاص. انا ما بطلبش منك ولا هطلب منك تعمل لي قائمه دخل كامله. انا كل اللي بقول لك عليه لو انت قبلت العرض الخاص او انت رفضت العرض الخاص ده هيأثر ايه على دخل الشركه الاجمالي، ده هيأثر ايه على دخل الشركه الاجمالي. هتقول لي والله قبول العرض هيزود لي الدخل ب 100000 ريال، او قبول العرض هيزود لي التكاليف ب 500 ريال، او هيقلل لي الدخل ب 10000 ريال، حسب الايه اللي هي الاختيارات المتاحه عند حضرتك. تمام؟ طيب نستكمل مع بعض الجزء اللي بداناه، كنا وصلنا للجزء الخاص بالمحاضره رقم 16 اللي هو قرار استخدام الموارد الندره. تمام، جزاك الله خير. قرار استخدام الموارد الندره. يعني ايه مورد نادر؟ مورد نادر معناها مورد من الصعب ان انا اوفر احتياجاتي او الزياده في احتياجاتي منه بسهوله. زي مثلا ممكن يكون المورد النادر ده كميه معينه من الماده الخام. بقول والله كميه الماده الخام دي صعب ان انا ازيد الكميه اللي بشتريها منها لانها كميه ذات جوده معينه وكميه محدوده. ساعات تشغيل الالات، الالات عندها طاقه معينه ما تقدرش تشتغل اكتر مثلا من 500 ساعه او 600 ساعه، فما اقدرش اشتغل اكتر من كده، فبقول ده مورد نادر. فبقول ده بالنسبه لي مورد نادر. زي ايه كمان؟ زي الجزء الخاص بساعات عمل العمال. عندي عماله مهره، عماله من نوع معين او مستوى معين من المهاره، العماله ديت ما اقدرش اوفر منها عدد لا نهائي، فدي بنقول عليها كلها مورد نادر. دوري ايه كمراجع؟ دوري ايه كمحاسب اداري؟ دوري ايه كمحاسب اداري؟ دوري ان انا اجعل الشركه ازاي تستفيد اكبر قدر من المورد النادر، اكبر استفاده من المورد النادر. لو قلنا باختصار، لو انا النهارده بشتغل عندي دوام معين لحد الساعه 2، بعد كده اروح على بيتنا اريح 3 ساعات وانزل تاني الساعه 5 للساعه 9، يبقى انا عندي 4 ساعات يوميا ممكن استغلهم في عمل اضافي. فبقول ال4 ساعات دول هما بالنسبه لي مورد نادر. طب استغلهم ازاي؟ انا المفروض حضرتك تستغلهم في اللي يجيب في العمل اللي هيجيب لك اعلى عائد في الساعه، ده اللي اشتغل عليه. اعلى عائد في الساعه. يبقى العمل اللي هيجيب لي اعلى عائد في الساعه هو ده اللي انا هبدا اشتغل عليه. طب يبقى بالنسبه لي لما يكون عندي مورد نادر اقول والله الاستغلال الامثل للمورد ده ايه؟ الاستغلال الامثل للمورد ده استغله ازاي؟ طب مثال، يقول تنتج احدى الشركات منتجين، منتج سين ومنتج صاد. الاتي بيانات التكاليف والايرادات الخاصه بكل منتج من المنتجين. عايز احدد اي المنتجات، عايزنا احدد اي المنتجات تفضل انتاجه في دور توافر قدر محدود من ساعات التشغيل. يبقى هنا المورد النادر عندي ساعات تشغيل الالات. طب يبقى انتج المنتج سين ولا المنتج الصاد؟ اقول للمنتج اللي هيكسبني اكبر ربحيه للساعه هو ده المنتج اللي هيبقى الافضل. يبقى الاولويه عندي في المنتج اللي هيكسبني اكبر ربحيه للساعه. طب ايه البيانات؟ قال المنتج سين، سعر بيع الوحدة 20 ريال، التكلفة المتغيرة للوحدة 10 ريال،
يبقى هامش المساهمة للوحدة 10 ريال، 20 ناقص 10، يعني المنتج ده بيكسبني الوحدة 10 ريال. طب المنتج التاني سعر البيع 30 ريال، التكلفة المتغيرة 21، فبيكسبني 9 ريال. ممكن واحد يشوفها كده من منظر من الوهلة الأولى يقول لك طيب خلاص، يبقى المنتج اللي بيكسبك 10 أفضل من المنتج اللي بيكسبك 9. ركز معايا الله يكرمك. ال 10 ريال ديت على مستوى الوحدة. ال 10 ريال على مستوى الوحدة. وال 9 ريال على مستوى الوحدة. لازم أعرف هي الوحدة من سين بتحتاج مني كام ساعة؟ بتحتاج مني أو كام دقيقة؟ دقيقتين. يبقى ال 10 ريال دول مكسبي في الدقيقتين. طب في الدقيقة تبقى كام؟ يبقى 10 على 2 يبقى 5 ريال في كل دقيقة. معنى كده؟ إن كل دقيقة بقضيها في إنتاج المنتج س مكسبي منها 5 ريال. طب المنتج ص ناخد ال 9 ريال للوحدة وأقسمها على كام دقيقة؟ دقيقة واحدة، يبقى 9 ريال. الله، معنى كده؟ إن المنتج ص كل دقيقة بقضيها في إنتاج ص بكسب في الدقيقة 9 ريال. وس بكسب في الدقيقة 5 ريال. على طول دلوقتي اصبحت الافضليه لمين على طول؟ الافضليه اصبحت للصاد. ليه؟ لانه بيطلع لي اكثر ربحيه في الوقت النادر. اكثر ربحيه للمورد النادر. دي الفكره بتاعتي. مثال ثاني. بيقول لك تنتج شركه الاخلاص ثلاث منتجات. شركه تنتج ثلاث منتجات، منتج الف، منتج باء، منتج جي. وفيما يلي بيانات التكاليف المتغيره وسعر البيع وهامش المساهمه لكل واحدة من المنتجات الثلاثة. سعر البيع من المنتج ألف 180 ريال، من باء 270، من جيم 240. التكاليف المتغيرة، المواد المباشرة من المنتج ألف كل وحدة بتحتاج مواد ب 24 ريال، والمنتج باء 72 ريال، وجيم 32 ريال. والمصروفات او التكاليف المتغيره الاخرى مديها لي 54 ريال لألف، 108 لباء، 60 لجيم. لما بناخد المتغير واطرحه من سعر البيع يطلع لي هامش المساهمه. فالوحده الواحده من ألف بتكسبني 54 ريال. ومن باء 108 ريال، ومن جيم 60 ريال. النسب ديت ولا لها اي لازمه. يعني بقول نسبه مكسبك يعني ال 54 دي لو قسمتها على سعر البيع يبقى معدل الربحية هنا 30%، معدل الربحية هنا 40%، معدل الربحية هنا 25%. طبعا لو انا هشتغل على اساس ربحية الوحدة يبقى الاولوية في انتاج المنتج باء لانه اكتر واحد بيكسبني، ثم انتاج جيم لانه اللي بعديه، ثم انتاج الف اللي هو بعديه. صح ولا لا؟ طيب تستخدم نفس المادة في المادة الخام، بستخدم نفس المادة في إنتاج الثلاث منتجات. يعني المنتج ألف بيستخدم مادة معينة، هي نفس المادة اللي بستخدمها في إنتاج باء، نفس المادة اللي بستخدمها في إنتاج جيم. والشركة ما عندهاش غير 5000 كيلو من المواد الخام. يعني المواد الخام بقى هي المرة دي، مش ساعات التشغيل بقى، لا، المواد الخام المرة دي هي المورد النادر. ولا يمكننا الحصول على كمية أخرى إضافية من المواد الخام بسبب بعض المشاكل لدى مصنع المواد. تحاول الإدارة اتخاذ قرار أي المنتجات تقوم بإنتاجها. هل تركز على ألف ولا باء ولا جيم؟ تنتج مين؟ اتفقنا قلنا بتنتج اللي هيكسبها أكثر ربحية للمورد النادر. مش على أساس هامش المساهمة للوحدة. ما تعدينا بقى المرحلة دي. لو هامش المساهمة للوحدة كانت تنتج الأول باء ثم جيم ثم ألف. طيب أمال نعمل إيه؟ لازم بقى أبدأ أقول ربحية المورد النادر إيه؟ إيه المورد النادر اللي عندي؟ المورد النادر اللي عندي عدد كيلوات من المواد الخام. يبقى المنتج اللي هيكسبني أو هيربحني أكثر ربحية للمورد النادر هيبقى هو ده المنتج او هو ده اللي هو ده اللي هيبقى بالنسبه لي المنتج اللي هو الاولويه. طب واحده واحده كده مع بعض.
قال لك علما بان تكلفه الكيلو من مواد الخام 8 ريال، مهم جدا دي. الكيلو من مواد الخام بشتريه ب 8 ريال. تعالوا كده على المنتجات. المنتج الف بيحتاج مواد خام بكام ريال؟ ب 24 ريال. لا احنا بالنسبه لنا الربح لا في يوم ولا في ساعه، بالكيلو. مش احنا قلنا هنا المورد النادر عندي هنا المواد الخام، يبقى انا يهمني كل كيلو ماده خام بانتج بها الف هتكسب انها تكسبني كام، والكيلو المستخدم في باع هيكسبني كام، والكيلو المستخدم في جيم هيكسبني كام. طب ازاي؟ طريقه سهله جدا، بس ركزوا معايا. المورد النادر يعني يقصد ده المورد النادر، تمام. طب بس مش عايزكم بقى تكتبوا اللي ما تكونوش فاهمين الله يكرمك، عشان بس اركز معاكم. هبدا رقم واحد. هبدا اول حاجه. انا بستخدم مواد خام لألف ب 24 ريال. 24 ريال. طيب ال 24 ريال دول يجيبوا كام كيلو؟ الكيلو ب 8. 24 على 8 يبقى انا بحتاج 3 كيلو في انتاج الوحده من ألف. طب ال 3 كيلو دولت لو انا استخدمتهم في ألف هيكسبوني كام؟ 54 ريال. يبقى الكيلو بكام؟ الكيلو مكسبه كام؟ اخد ال 54 اقسمها على 3 يطلع 18 ريال لكل كيلو. يعني كل كيلو مواد خام بيستخدم في انتاج الف هيكسبني 18 ريال. بنفس الطريقه بقى، بنفس الطريقه دي. يعني في بقى انا بحتاج دلوقتي مواد ب 72 ريال. في باء بحتاج مواد ب 72 ريال. طب ال 72 ريال دول الكيلو بكام؟ الكيلو بكام؟ قال لي الكيلو 8. يبقى ال 72 على 8 يعني 9 كيلو، تمام. يبقى انا بكسب 108 على 9 يطلع 12 ريال لكل كيلو. يبقى كل كيلو في انتاج باء يكسبني 12 ريال، وكل كيلو في الف يكسبني 18. طب تعالى على جيم 32 ريال، لو قسمتها على 8 بتساوي 4. 32 لو قسمتها على 8 بتساوي 4. يبقى 60 ريال على 4 15. يبقى معنى كده كل وحده، كل كيلو من جيم هيكسبني 15، ومن باء 12، ومن الف 18. يبقى الاولويه على طول في انتاج مين؟ هيبقى الف ثم جيم ثم باء. تعالوا نشوف الحل اهو. يبقى ابدا اول حاجه اقول له المنتج الف عدد الكيلوات اللي هحتاجها، تكلفه المواد على سعر الكيلو 24 على 8 بتساوي 3. لباء 72 على 8 بتساوي 9. لجيم 32 على 8 بتساوي 4. طب هامش المساهمه بقى لكل كيلو، اخد هامش المساهمه للوحده من الف مثلا 54 ريال، هقسمها على 3 بتساوي 18 ريال لكل كيلو. طب المنتج ب 108 ريال، هقسمها برضك على 9 اللي هي 9 لكل كيلو، لكل وحده يطلع 12 ريال. المنتج ج طلع 15. يعني انا مكسبي بكل كيلو لو انتجت منه الف مكسبي 18 في الكيلو، ولو باء يبقى 12 في الكيلو، ولو ج يبقى 15 لكل كيلو. يبقى لو قدامي دول الاولويه هنا تبقى لمين بقى؟ يبقى الأولوية الأول لألف،
ثم لجيم ثم لباء. تمام. طب كان جايب لي تاني سؤال تاني بيقول هنا: يمكن لاحد الموردين الاجانب توريد كميه اضافيه من مواد الخام لكن بزياده عن السعر المعتاد بفرض وجود طلبيات لم تتمكن الشركه من تنفيذها، ايه هو اعلى سعر تقبل الشركه دفعه مقابل الكيلو الواحد الاضافي من مواد الخام؟ يعني انا لو حبيت دلوقتي انا ممكن اشتري كميه اضافيه من مورد الناجح، فبيقول لك انت على استعداد تدفع لحد كام في المواد الخام دي؟ اقصى حاجه تدفعها قد ايه؟ اقصى حاجه تدفعها للكيلو قد ايه؟ اقول له طيب هو اقصى مكسب ليا هنا كام؟ 18. يبقى ده اعلى مبلغ اقدر ادفعه في الكيلو الزياده 18، بحيث ان انا البي احتياجاتي من غير مخزن، بحيث ان انا البي احتياجاتي من غير مخزن. يبقى اقصى سعر اقدر ادفعه لشراء كميه اضافيه من المنتج ده هي عباره عن 18 ريال لكل كيلو. ده الجزء الخاص بالمورد المالي، ده الجزء الخاص بالمورد المالي. نعم كل حاجة الكيلو الواحد من مضغ خام. تمام كده. في موضوع خاص بإدارة القيود، إدارة القيود دي هي عبارة عن حاجة نظري بس هي فكرتها إيه؟ إدارة القيود بيبلغ أو بيتكلم مع الإدارة بيقول لهم ما تدخلوش في كل كبيرة وصغيرة في الشركة. ركز فقط على الحاجة اللي بتمثل قيد على تحقيق أهداف الشركة. يبقى القيود انا قافل الشات اللي بينكم وفاتح الشات اللي بيني وبينكم، عشان اللي بتسال هو الشات اللي بينكم مقفول لكن اللي بيني وبينكم هو اللي مفتوح، فبقى اشوف اسئلتكم وارد عليها. فبقول تاني اداره القيود عباره عن ايه؟ عباره عن توجه من الادارات او الاداره العليا انها ما بتتدخلش الا عند حدوث مشكلة. عفوا. إلا عند حدوث مشكلة. طالما العمل بيسير بانسيابية مفيش مشكلة. لكن بمجرد وجود قيد، القيد ده هيعيق الشركة في تحقيق أرباح، لا يبقى وقف. يبقى وقف عندها. في الحالة دي يبقى وقف. وبالتالي نحل المشكله دي في الاول. طيب في المحاضره 17 بيتكلم عن حاجه اسمها المنتجات المشتركه. بيتكلم عن حاجه اسمها المنتجات المشتركه. يعني ايه المنتجات المشتركه؟ هي عباره عن منتجين او اكثر بيتم انتاجهم من عنصر مدخلات واحد. منتجين او اكثر بيتم انتاجهم من عنصر منتجات واحد. زي ما اجي اقول كده في صناعه البترول. بيبقى في الاول مرحله البحث عن البترول، ثم استخراج البترول من باطن الارض، ثم نقله الى المصانع، ثم التكرير. لحد كده كل مشتقات البترول اشتركوا في التكلفه اللي فاتت دي. هنيجي في مرحله معينه هنلاقي طلع بنزين مشتقاته، طلع كيروسين، طلع مازوت، طلع كذا، يبقى معناها في مجموعه من المنتجات بتطلع بعدها. المنتجات دي كلها اسمها منتجات مشتركه، كلمه مشتركه يعني معناها اشتركوا في جزء اساسي من التكاليف الايه؟ المشتركه اللي هي قبل مرحله بيقول عليها قبل مرحله الانفصال. يبقى المنتجات المشتركة هي عبارة عن منتجين أو أكثر بيتم إنتاجهم من عنصر مدخلات واحد.
طيب تكاليف المنتجات المشتركة تكاليف بتحدث على المادة الخام حتى تنفصل المادة الخام لمنتجات المشتركة اللي هي المتعددة، تسمى في الحالة دي هي نقطة الانفصال. طيب نقطة الانفصال هي النقطة الخاصة بالعملية الصناعية اللي بيعبر عنها المنتج، اللي عندها بيتم انفصال عدة منتجات، أو إن عندي بيطلع عندي يظهر عندي العديد من المنتجات. برضو في مفهوم تكاليفي معين بيفيدني في اتخاذ القرار، اللي هو في حاجة اسمها تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة. تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة، يعني قول لي انت عايز التكلفة في ايه وانا اقول لك التكلفة المناسبة بتاعتك هي ايه. نعم مثلا بيقول لي تقوم شركة التمانين بتصنيع وبيع منتج عند مستوى 20,000 وحدة شهريا، واليك بيانات عن تكلفة الوحدة من هذا المنتج. مواد مباشرة ريال كل واحدة، بيقول لي تكلفتها ايه بقى. تقوم شركة التمانين بتصنيع وبيع منتج عند مستوى 20,000 وحدة شهرية، إليك بيانات التكاليف الخاصة بالمنتج. الوحدة الواحدة بكلفة مواد مباشرة ريال، أجور مباشرة 1.2 ريال، تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 8 ريال، تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة 5 ريال، تكاليف بيعية أخرى 1.5 ريال متغير و9 ثابت، سعر بيع الوحدة 6 ريال. فبقول لي في عندي مخزون ظاهر 1,000 وحدة من المنتج ده، يعني آخر السنة عندي 1,000 وحدة من المنتج ده. تكلفته كام؟ أقول له طب معلش واحدة واحدة، هو أنت عايز تكلفة الألف ليه؟ إذا كان الهدف تحديد تكلفة الوحدة بغرض تحديد إجمالي تكلفة المخزون اللي يظهر في قائمة المركز المالي، يبقى أنت عايز تطلع المخزون اللي في قائمة المركز المالي يسوى كام؟ يبقى كل التكاليف الصناعية، مالكش دخل بالبيع والتوزيع، لأن البيع والتوزيع ده خاص بيه اللي اتباع. يبقى تكلفة الوحدة تشمل كل التكلفة الصناعية اللي هي الريال زائد 1.2 اللي هي الأجور زائد 8.10 تكلفة صناعية غير مباشرة متغيرة زائد التكلفة الثابتة، يطلع الوحدة ب3.5 ريال في 1000، يبقى 3,500. طب لو كان الهدف المفاضلة ما بين الشراء والصنع، نرجع للتكلفة الملائمة، نرجع هنا بقى للتكلفة الملائمة. لو الهدف المفاضلة ما بين الشراء أم الصنع، يبقى نرجع زي ما بنقول للتكلفة الملائمة. وفي حالة التكلفة الملائمة بقول التكلفة اللي هتكون عنده التكلفة المتغيرة فقط، التكلفة المتغيرة فقط. يبقى 1 + 1.2 زائد 8 3 ريال. طب لو كان الهدف بفرض قبول او رفض عرض معين او طلبية خاصة، يبقى يدخل معايا كل التكاليف المتغيرة، 1 + 1.2 زائد 8 زائد التسويقية المتغيرة 1.5 كمان، يبقى 4.5 ريال. عشان كده نقول شوف انت عايز التكلفة لغرض ايه وانا اقول لك التكلفة الملائمة ايه. يبقى على حسب التكلفة لغرض ايه اقول لك التكلفة الملائمة هي عبارة عنها. طيب في المحاضرة رقم 18 موضوع من الموضوعات المهمة جدا 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 اللي هيمشي معانا بقى الفترة اللي جاية دي، يمكن هناخد فيها لقاءين او اكتر، اللي هو الجزء الخاص بالموازنات. نعم الجزء الخاص بالموازنات. الموازنة هي عبارة عن تقديرات لإيرادات لمصروفات فترة مالية قادمة.
تبقى الموازنه هي عباره عن تقدير لايرادات او مصروفات فتره ماليه قبل. الموازنه ديت لو تعلقت بالفتره الحاليه بنقول عليها موازنه تشغيليه. لو تعلقت بعده فترات مستقبليه بنقول عليها موازنه راسماليه. يبقى الموازنه بنقول تاني هي عباره عن تقدير لايرادات ومصروفات فتره قادمه. لو تعلق الامر في الموازنه بالفتره الحاليه السنه القادمه سنه او اقل نقول عليها موازنه تشغيليه. اكثر من سنه نقول عليها موازنه راسماليه. خصائصها ايه الموازنه بصفه عامه؟ الموازنه اداه علميه، يعني توقعاتي وتقديراتي للموازنه ما بتكونش تقديرات حكميه، ما بيكونش تقدير ليس بناء على اساس، لا بيكون عمليه مدروسه وعمليه علميه وبراعي الانتاج اللي عندي ايه، الالات اللي عندي ايه، والعماله اللي عندي ايه، والمواد الخام، يبقى بناء على اسس علميه بيتم التقدير. تتحقق الموازنه تنسيق ما بين المدخلات والمخرجات. زي التنسيق بين الطاقة الإنتاجية والكمية اللازمة للإنتاج وعناصر التكاليف بتاعتها. ما أقدرش أجيب مواد خام تنتج لي 20,000 وحدة وأنا ما عنديش آلات تنتج غير 10,000 وحدة. هجيب مواد خام زيادة ليه؟ الموازنة طبعًا هتبقى عن فترة مستقبلية، واتفقنا قلنا لو أقل من سنة أو سنة يبقى تشغيلية. أكتر من سنة يبقى رأسمالية. الموازنة ليست حكرة على نشاط معين، يعني ايه؟ يعني معناها جميع الأنشطة أو جميع المجالات أو الأنشطة يصلح فيها إعداد الموازنات. يصلح فيها إعداد الموازنات. مش معنى كده الصناعية فقط أو الزراعية فقط اللي بتعمل موازنة، لا، جميع أنواع الأنشطة أقدر من خلالها أعمل موازنة. وظائف الموازنة ايه؟ الموازنه بتشتغل كانها اداه للتخطيط. عايز اخطط المستقبل في ايه؟ الموازنه تاني اتفقنا قلنا عباره عن تقدير لايرادات ومصروفات فتره قادمه او فترات قادمه. الموازنه من ضمن وظائفها ان الموازنه هي احد ادوات التخطيط. لا يحدد ايه اللي المفروض يحصل في المستقبل، وعشان الحاجة دي تحصل في المستقبل مستلزماتها ايه. الموازنة احد الادوات الرقابية. الموازنة هي احد الادوات الرقابية، لان انا بعد ما اقدر اصبح التقدير ده هدف، ابدأ اقارن بعد كده اللي حصل فعلا مع اللي انا مقدره، واشوف الفرق. يبقى يمثل انحراف قد يكون موجب وقد يكون سالب. الموازنه بالمشاركه، يعني معناها لازم جميع الادارات تشترك في وضع الموازنه. ما ينفعش تيجي الاداره العليا وتضع الموازنه بصرف النظر عن باقي الادارات. لازم جميع الادارات تشترك في وضع الموازنه. انواع الموازنات اتفقنا قلنا يا اما موازنه تشغيليه، نعم، موازنه تشغيليه او موازنه راسماليه. الموازنه التشغيليه بتهدف الى تحقيق اكبر استفاده ممكنه من الطاقه الموجوده. الموازنه الراسماليه هدفها ان انا عايز ازود الطاقه الانتاجيه، استبدل اصول، هي ما ليش علاقه بليها ان انا اعتمد بالطاقه الحاليه، لا، انا عايز ازود الطاقه الحاليه. في التخطيط الموازنة التشغيلية قصيرة الأجل، يقتصر التخطيط فيها على الأجل القصير. أما الموازنة الرأسمالية، التخطيط فيها بيكون طويل الأجل، حسب الإعداد. الموازنة التشغيلية بتهتم بالتنبؤ بحجم المبيعات
حجم المخزون، تحديد البرامج الخاصة بالإنتاج ومستلزمات الإنتاج. أما الموازنة الرأسمالية يهمها اغتنام الفرص، استثمارات طويلة الأجل، البحث عن فرص استثمارية، ده شغل الموازنة الرأسمالية. أسس ومقومات إعداد الموازنة. يبقى اللي يجي يعد الموازنة في نقول له في أسس في مقومات لازم تاخدها في اعتبارك وانت بتعد الموازنة. ايه هي؟ الرقم واحد الشمول، يعني هتعمل موازنة للشركة يبقى جميع اقسام وجميع فروع الشركة لازم نعمل لها موازنات، ولازم وانا بعمل الموازنة علاقة كل واحد بالتاني. اتنين، وحدة الموازنة، يبقى لازم الموازنة كده عبارة عن سلسلة من الخطط الفرعية او الخطوات اللي هي متتابعة عشان اصل الى النهاية للموازنة الشاملة. الموازنة بياناتها تقديرية، يعني انا بعد الموازنة بناء على ما اتوقعه في المستقبل، موازنة عن فترة قادمة. لازم اربط ما بين التقديرات اللي بتبقى موجودة في كل موازنة ومراكز المسؤولية، يعني اقدر ان انا هنتج 20,000، طب القسم الف هينتج كام من 20، وباء هينتج كام من 20، وسين هينتج كام من 20، يبقى لازم اوزعها على الاقسام عشان اقدر احاسب كل قسم ايه. لازم اعبر عن الموازنة في شكل مالي، لازم اعبر في النهاية عن الموازنة في شكل مالي عشان اعرف امكانياتي قد ايه، وهل هحتاج ان انا اقترض في فترة معينة، طب هل هيكون عندي فائض نقدية في فترة معينة اقدر استغله، يبقى لازم اعبر عنها في الاخر في شكل مالي. دي الاساسيات الخاصة باعداد الموازنة، دي كل ما يتعلق باعداد الموازنة. بإذن الله في اللقاء القادم هنبدأ في المحاضرة رقم 19، بكرة إن شاء الله نشتغل مع بعض بقى الشغل الخلاص اللي هو العمل بقى بتاع الموازنات بإذن الله. تمام، رؤوس أقلام، أنا لازم أكون فاهم الحاجة عشان هتجي لي إيه صح وخطأ اختيار، يعني مش هقول لك لا اشرح ولا اكتب في حاجة، تعرفين الأسئلة كلها عن متعددة الاختيارات أو صح وخطأ، فلازم تكون انت فاهم المصطلح عبارة عن ايه عشان اقدر اميز مصطلح عن التاني. اي استفسار يا شباب؟ اي استفسار يا شباب؟ حاجة اللي احنا ناخدها ان شاء الله مش اي مشكلة فيها باذن الله، وهناخد قبل الاختبار غالبا ان شاء الله ان شاء الله لقائين مراجعة، فما تقلقوش واحنا متعودين مع بعض خدنا قبل كده في التكاليف. ربنا يوفقكم جميعا يا رب ان شاء الله، يا رب جميعا باذن الله. نراكم على خير اللقاء القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.